قياس إيه الجودة إذا كانت الجودة أقل من صفر يعني في جودة غير كافية وخاطئة خاطئة بمعنى أنه الاهتمام محطوط على عناصر مش مهمة بالنسبة للعميل مثلا أبحاث رضا العملاء اللي انعملت على الأشخاص اللي بيسافروا كتير حول المطار بيّنت أنه هدول الأشخاص بينزعجوا من عدم توفر المعلومات حول تأخر الرحلات أكثر من واقع أنه الرحلة تأخرت للشركة هذا بيعني أنه كان لازم تتواصل بشكل أفضل أحسن من إنه تهتم بتقصير مدة التأخير. إذا كانت الجودة صفر، يعني في جودة جيدة، لأن الأداء هو على قد توقعات. وإذا كانت الجودة أكثر من صفر، يعني الأداء هو أفضل وأكثر من ما بيتوقعه العميل. من هيدي المعادلة فينا نستنتج إنه مبدأ الخالي من العيوب ما إنه كافي تيأدي الجودة أعلى من ما بيتوقعها العميل. وما مننسى إنه الجودة الزايدة بتأدي لتوقعات بعد أعلى والجودة الزايدة عادة بتؤدي لتكاليف أعلى توقعات عم بتصير أعلى مع كل لقاء مع مقدم الخدمة سواء كان بمجال الضيافة أو مثلا بقطاع المصارف أو المحلات التجارية مشان هيك في دوامة متصاعدة من الجودة بنفس الوقت العميل بينظر للخدمة بطريقة تقييمية كتير وبالتالي بصير أقل رضا عن الخدمة مما كان بالسنوات الماضية بعض الشركات بتحاول تتخطى هيدي المشاكل من خلال تقديم الخدمة للعميل بطريقة أفضل بكتير مما بيتوقع بيكون هدفها بهجة العميل لنقيس الجودة في معايير مختلفة ومتوفرة أولاً في معايير داخلية ومعايير خارجية اللي بيشوفوا مفتش الجودة بالشركة منيح مش بالضرورة يكون بيعكس وجهة نظر العميل شو هي أنواع المعايير؟ أولاً التعليمات ثانياً الاهداف مثل تنفيذ الامور بوقت معين ثالثا معايير الحد الادنى والحد الاقصى رابعا معايير التصميم والتنفيذ خامسا معايير اساسيه ومعايير مرتبطه سادسا معايير موضوعيه وشخصيه باي وقت حكي واحد من الموظفين مع العميل سابعا معيار المحدد مقارنه مع اللي فينا نقيسه متغيرات محددة مقارنة بوجهات النظر بالموقف المثالي لازم تنقاس الجودة بلحظة الحقيقة هذا الموقف ممكن أنه نبني من خلال أبحاث المتسوقين الغامضين بهيد الحالة بيتم إرسال أشخاص لمقدم الخدمة وبيوهموه أنه عملاء ورح يلعبوا دور العميل الحقيقي بعد هذه العملية بياخدوا ملاحظات حول كل جانب من لقاء الخدمة الشكاوى هي مصدر للأفكار التطويرية طبعا الشكاوى بتتعالج لاستعادة رضا العميل وابقاء العميل اللي بتحس انك عم تخسره الشكاوى مهمة كتير لانه بتفتح المجال للتعرف على كمية كبيرة من الشكاوى الخفية 40 اما 50% من العملاء اللي مش راضين ما بيتشكوا بس بيتجنبوا خدماتكم بالمستقبل ورا كل مشتكي في 25 شكوى ما بتوصل لشركة الخدمات وفوق هيدا كله الشكاوى بتنحكى خلال الجمعات العائلية والحفلات ل 11 شخص آخر مشان هيك من المهم أنه نعرف بهدول الشكاوى بأسرع وقت ممكن والتعامل معها بالطريقة الصحيحة شو هو مفهوم رضا الزبون؟ بنعد مفهوم رضا الزبون من أبرز المفاهيم التجارية العصرية يلي بتهدف لتلبية حاجات ومتطلبات العملاء والرد على كافة استفساراتهم وتأمين مطالبهم بالوقت المحدد وحسب الخصائص المطلوبة وضمن الشروط المحددة بالصورة بتضمن استمرار تعاملهم معها بتحقق مزيد من المبيعات وبالتالي بتضمن زيادة الأرباح المادية بتمثل مفهوم رضا الزبون بالجهود يلي بتبذلها مؤسسات الأعمال المختلفة لكسب رضا المستهلكين من خلال تقديم سلع إنتاجية مادية أو خدمات مهمة حسب المعايير المناسبة لمتطلباتهم واحتياجاتهم وبتحول دون الاستحواذ عليهم من قبل الشركات المنافسة الأخرى عن طريق بيع المنتجات بأسعار معقولة ضمن صفات ذات جودة مناسبة وبتم تقديمها بالأوقات المحددة للتسليم من قبل الطرفين البائع والمشتري ودون أي تأخير فينا نعتبر رضا الزبون من المفاهيم التسويقية يلي بتقيس مدى مطابقة المنتجات والخدمات لتوقعات المستهلكين من حيث السعر والكمية ومواعيد الاستلام والتوزيع بالاسواق، ويتم عن طريق اتباع جمله من العمليات الاداريه والتسويقيه يلي بتضمن تحقيق ما يسمى بالاداء المتوازن، ويلي بحافظ على ارباح المنظمه ويرضي زباينها وبالتالي يرضي جميع الاطراف. علاقه رضا الموظفين برضا الزبائن توجد علاقه وثيقه بين رضا الزبائن ورضا الموظفين عن العمل بالمنظمه. وحصول الموظف على كامل حقوقه الماديه والمعنويه بيزيد من حبه لوظيفته وولائه لعمله وبيزيد من دافعه للعمل وبينعكس ايجابا على ادائه المهني وانتاجيته والكميه والنوعيه وبيزيد من رضا الزبائن